تاريخ إماراتي اللي كنا خل هذا عبد الله خل هذا كاكي خل هذا خل هذا برايك نرجع ورا يا جماعة رزاق رزاق منن هذا مستوصف عام الخير الإماراتي هذا الحين بيفتحونه بمسحب ان شاء الله ان شاء الله يا ربي حرام عليك سعاد يا ربي انا يا ست ادورك دوار على فكره ترى عندهم بصر حتى في خدمه البنيان هذا اليابانيينه اللي هم في المستوصف هذا اللي مال اللي نحن فيه حاليا يمتاز انه في الصيف يكون بارد الصيف يكون بارد وفي الشتاء يكون دافي باني على هالطريقة جاي من الموصل من جانب الايمن وعيالك هناك اي واطفالي حرب اربيل وجيت هنا صار لي 4 ايام طلعت من المستشفى جيتي على المخيم اي وعلاجات بالجانب الايمن ماكو وقالوا لي لازم تتعالجين وهي تخلصين علاجات بعدين التوله هي وشغالة عاد عبيها ونفخت عليها لبت علي اطفالي اطفالي طلعتهم برجلي من الخيمه مشان لا يشتغلوا والنار الحمد لله والله يعودك لهم ان شاء الله سالم غانم الله طيب ان شاء الله وشو المطلوب الحين والله انتم كرام احنا لا شو قالوا لك الاطباء هني الاطباء ما هلقد علاجات اكو وشو كيف نقدر احنا نساعد خبرينا حاضرين اللي تنطون وانتم كرام احنا نستاهل والله انكم تستاهلون تستاهلون عيوننا والله الله يسلمك الله يحفظك فايت طيب ان شاء الله الله يسلمك الله يسلمك تاكدي ان يعني نحن هني جايين اليوم توجيهات من الشيخ حمدان الله يحفظه حمدان بن زايد نعم اللي وجهنا الحين يعني الراعي ونوقف على احتياجات الناجحين العراقيين ويكون علاجك ان شاء الله على يعني شو اسمك انت؟ اسمي هناء هناء شو اللي خلاه في بق فيك هذا الغاز؟ هو الغاز ما يمكن بنسبه من البنزين زين وعاد ونفخت عليها ورتبيه لبت بيه لو ما نفختي كانت بخير الحين لا ما هي رد انفخ عليها تروح النار بصفحه ونسبه البنزين قويه بالغاز
اسألك ألف أباس. الله يسلمك. يلا الله يعافيك إن شاء الله. عفو عنك. خلاص خذوا. يلا الله يعافيك. خلاص الله معك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يشافيك. هذا المخزن، شو هالمباني اللي صورتهم لكم قبل شوية، هذا كله تبع الإمارات، الإمارات مسوتنهن. شباري شباري كله ما شاء الله، كل إيداد هايل ما شاء الله. هذا شباري يجيبونه كل هنا ابوي مال ذوي الاحتياجات الخاصه مال المعوقين. ها هالكراتي كل ابوي، ها شوف اللي تشوفه كلهم مناز حق الاطفال، كل حرمه من تربي ابدا منز هزاها تربي بني عطوها منز بالنا. عندنا سلال غذائيه وسلال صحيه طبعا كل كارتون شهر بين 73 الى شهر، وكل عائله تتكون من بين 5 الى 7 اشخاص يكفيهم هذا الكارتون. هذا الرجال شو اسمه؟ بالجاكيت بالبدله نوزاد هادي، هاي اسمه نوزاد هادي، محافظ اربيل بكبرها؟ اي محافظ اربيل بكبرها. شوف انت شوفهم شو ما زينها. اللهم لك الحمد. دفايات حق الشتاء كونديشنات مهم جدا 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 للاسر، افضل عن الخشب، لان الخشب عاده انهم يكون داخل سينما او داخل البيت، فالخشب الخشب طال عمرك يعمل دخان ويعمل كهرباء. فيوم جبنا هالنوعيه على اساس انها تكون هادئه على النفس وتعيش اكثر. مصنع مخصوص حق ابو يهد الهلال الاحمر من بو يوم لين بو 5 سنين، من بو يوم لين بو 5 سنين ثيابي كل جديد. ها تتحرون شيء جديد، ها كل جديد كل جديد جديد بجديد. يا الله مغلظ راسك انا ابو حتات الروس ما يدل بيتكم انت اربع. هلا مغلظ راسك كل كود من هالكواويد، كل كود من هالكواويد له فئة عمرية، حد من سنتين، حق ابو 5 سنين، حق ابو 4. هالملابس اللي تشوفونها الانتاج مصنعية شو اللي في سوريا تعيدونهم هالبالمخيمة. اللاجئين السوريين اللي في الأردن، اللي في الأردن تعيدونهم اللي صورناهم قبل شهرين أظني، ها كل خدمة تمروحهم. وين التاج؟ ها خدمة خدمة هالبالهلال الأحمر حق 3 سنين بنيع مرة 3 سنين. ها
نعم. هذا شغل وين؟ منو خادم هاي الأشياء؟ معامل هلال الأحمر داخل أربيل يصنعوها. اللاجئين السوريين. نعم. اللي داخل أربيل. نعم. هم يصنعون هذه. نعم. ما شاء الله على السوريين. السوريين ما شاء الله على شاطرين في كل شيء. الهلال الأحمر بيشتير. ناخذ منهم نشتري منهم. أوكي. أوكي. لا مرة ثانية لو سمحتي. لا. أوكي. الهلال الأحمر يشتري القماش. الهلال الأحمر بيشتري القماش. نعم. تعطون بعدين اللاجئين هم يخيطونهن. بعدين ناخذهم منهم لإيجار. تشترونهن. إيه زين. بارك الله فيكم. كل هالأمم اللي تشوفونهم كل هالأمم يتريون أبوية الأصدقاء يتريون الزكاة يتريون العطية يتريون الرحمة أول شيء من الله. ثم عادم المحسنين أول بادي من الله. عرفون البياضات ما نعرفها شنو. الحمد لله نزلنا ملابسنا على حفلان. يعني الله يعافيكم. يعني يا أخي يا أم الريد حفلة ان شاء الله احنا الجانب الايمن مهدومنا من الجوع. ان شاء الله 30 واحد من حي التنك انهزم ذبحوهم. حمايه صار لنا 4 أشهر من جسد اخذوه. نساعد الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. هسه اطفاله هي انهم بالخير والله عشا الليله ما يتقاه. الحمد لله الحمد لله ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. حمايا هاي صار لك 4 أشهر ما حتى وين من دمر الله روسهم. الحين هاي ابوي توهم رابي هاي يربن هناك ابوي ويدخلون هنا الحين يعطونهم منازل الحين. الحر جاي والناس بترقد وين على التراب. هذا الوحيد اللي ينقذ الاطفال ان شاء الله. ما حد بيقصر ابوي كل هالعرب ما بتقصر. الاطفال من العقارب فحملوا لهم هاي الملزات. حيلي صغيرون. من نينوى؟ من جوا سنجاب. هذا ولدك؟ لا بنت. بنتك؟ ما شاء الله عليك تبعت حمار ربع لليوم. عيني عليك على الله يحفظك. هاي بنتك انت لو بنيت بنتك ما شاء الله بس ما ادري شيء غيره. موالي 80 يعني. ايوه موالي 80 انت على الله يعافيك ان شاء الله. جلبه دكتور جلبه شوي العكس. تفضل يا بنت تفضل يا بنت. بدي يا ربي حالة تملى الله مساكي. الله يرحمني يرحمهم. لكن يترين المنازل هاي الحين. انت مربي انت مايا؟ انت مربي 5 شهور؟ 3 عيال عندك؟ الله يخليهم ان شاء الله. وانت بعد متى مربي؟ ها؟ متى جاي بالبيبي هذا؟ 4 ساعات؟ ما شاء الله. اليوم عاد يوزعون احب اسل على المرابي. ليه مربي ابوي يعطونها منز او قميص صغيرون عاد مال يحار منز برنوس منز برنوس. هذا ولدك؟ ايه. ولدك انت؟ ايه. ما شاء الله عليك تتحملين تربي؟ هاي بنتي. ما شاء الله. مالي 77. شوف انت. الحمد لله. ايه تعرفون شو السبب الحين يعطونهم ليش ما يعطوهم بس برانيس لازم منز شو السبب؟
هذا لان فيه ريول والمنطقه هاي لهم فيها لهم بانين من الاساس. هالمخيم مثل ما قلت لكم ما بالامارات مسوت انه لا امارات يوم تخدم تخدم هنمون شيء. شوفوا هاي الحين عليه الهلال الاحمر وما ادري شو والستور العود ها كم مكبره هاي بوي خدمه الامارات مميزه. والخدمه الخيام هاللي تشوفونها امهات الطرابيل هاي ما بخدمه الامارات ها خدمه روحهم وزارتهم روحهم بعضهم مع بعض خادمينه. يا غير فيهم لا مرافق لا فيهم ابوي مرافق ولا فيهم حمامات ولا فيهم زرع الله وعلى الله مساكين الله يرحم من يرحمها. ماجورين ان شاء الله يا ابو هند ماجورين هذا كله اجر ان شاء الله. الله الله يفرحك ان شاء الله بهند واخوانها يا رب العالمين. مخيم ها من اكبر المخيمات فيه تقريبا 81 الف ادمي يا غير مساكين حالتهم بالويل غير عن المخيمات مال الامارات. الامارات تلقط فيه المطاط حدود صورت لكم في الاردن يقولون بيودونا باكر او اليوم الحين حسب تعرفون الفرق بين مال الامارات وبين تقوم بدولة الامارات يغدي مميز خدمتهم الخدمة الولايتية من الخاطر من الخاطر خدمتهم من الخاطر ما يخدموا شيء يخدموا شيء خدمة مال قنبو عبود لا خدمة قنبو عبود ابوي ما تدور عندهم. ها تعال هالبنية خلوها تبوي خلتي تعالي تبني انت دخلي انت دخلي دخلي يبي صغيروني هذا وياك شاه تعالي معي تجيبيها صغير وحيد لي اندوش انت واسطة ايش اللي هذا؟ هي واسطة انت بوي انت غير حليل صغير هبني له ولد؟ بنت بنت الله يرحمها بعد انت؟ انت ها بنتك؟ بنت ابني بنت ابنك؟ ما كذبت حلفي والله العظيم والله العظيم بنت ابني بنت ابنك؟ والله العظيم اثنين عند اطفال ولد ابني اثنين عيال والله العظيم انت ان شاء الله ماي ان شاء الله ماي بضرابه ان شاء الله حاضري ما يا ابو هنبوي الا حق الجسم ما عاد تبي ام هاد اثنين ومنز واحد جايبه تومه؟ قد مكوات توم؟ فيش حيل قوه تبي توم؟ ها مكوات بنتين جايبه؟ ما شاء الله ابوي ابوي عطونا حق هالحرمه تبي ام هدينا؟ هاي تبي ام هدينا عاد فقيره سووا لنا هدين جايبه توم ابوي مكوات مكوات يلا شليهن عاد والاخر ما هذا لا ما شلفت يلا يلا عادي على الملاقه ها؟ الله يحفظك الله وايد الخير وايد ابوي ربن انت اليوم اللي تروم انت ربن ربن حمال وربع هيلا بيس معلي وسنان يلا يا رب تنظر لحالهم لحال كل مسلم ان شاء الله ابوي ان شاء الله ان شاء الله شو تشوف الفرق هني ولا الاردن؟ والله احنا طبعا نساعد الناس لما كان معلوم لك انت شو تشوف بالنسبه هني هذا اللي نحن فيه العدد كبير والحاجة أكثر والمصيبة أكبر هني هي والله لازم نوقف مع أخواننا إن شاء الله إن شاء الله وكلهم عون ماجورين ماجورين إن شاء الله بارك الله فيكم يا محمد الفهيم إن شاء الله هذا كله في ميزان حسناتكم ميزان إن شاء الله حسنات المحسنين لما دخلوا مع الهلال الحمد لله الحمد لله إذا كان الرباعي في وين؟ بس بدنا نغني بقى عدم نطق ليش قامت تشوف هسا قامت تسمع لغة والسماعات هسا وصياحة نيوان يا ناظر الشمري قال أنا أسوي له زرع بالشمال بالكردستاني 5-6 أوراق زرع بس أنا أسوي له كم 250 بس تعال وسع الحمد لله باقي هذا مرحلة النطق أنا كل شهر أشتغل 50,000 حفارات أنا بجيبها المهم واليوم راح تطلع هي على زين أشو أنا بقية يمي أترك تليفون وبعدين أنت راح أنا باقي هنا أنا عندي حريم اثنين 8 أطفال أنا عندي هنا حرمتين عندك؟ حرمتين مقواك ايه ثلاثة شلل انا عندي هذه ابني عنده وحدة وابن الاخ عنده وحدة ما شاء الله وعندك كم حرمة؟ منو؟ انت؟ انا عندي اثنين ما شاء الله كم؟ 15 ولد وبنت ما شاء الله من هالحرمتين؟ من الحرمتين هذا من تهنمونه اي لو صاحي 16 انا بتمزر الدنيا ابوي كل عيال انت شو تقول؟ ما شاء الله
شيء هسه. اشكر فنك. مقابل مستشفى القطري. الله يعطيك العافيه. والله اريد اشتغل حارس يمكم، اريد اشتغل بهذا المستشفى. الله بيرزقك ان شاء الله. انت ابوي تعادل 50 زلم. الله يرحمه. اي نعم. بشاشة وجهك. والله ورب العالمين، رب العالمين بيسخر لك الارض من عليها. والله شغل ما مديني. نعم نعم ماجور. هاي بريئة طفلة. ان شاء الله كل شيء تبون بيستوي. صارت استاذ. كل شيء بيستوي. ما دام ما كانت كانت بعد السمع سوينا قوقعة سوريا. هسه صار عند السمع. الحمد لله. واللي تكفل بعلاجها دواعش شتلوه 4 زلم. لا بارك فيها. عد رقم التليفون. ايوه ابو صالح رقمك هون ده نوت دو حرف ار. ان شاء الله كل شيء بيستوي ان شاء الله. الله توكل على الله. يرحمه طيب. ها الله يرحمه الشيخ زايد من شان طيب. ده صير شمدز علي من الامارات قال جيب بنتك على السريع على المستشفى الكاظمية. الحمد لله. هذه 8 بنات انا اعالج بدل هاي البنيه. سبحان الله. بدي على الموصل ماصي لان كانت عمية. لا الموصل ابوي نحن ما فينا نصير الموصل ما فينا. بس ابو الشرقيه شافها قال ايه. ثاني ان شاء الله. كل شيء تبابا فارق طيب. ما طحت الا واجب. الله يبارك بك. اللهم امين. واجركم عند الله ما يضيع. جزاك الله خير. اجرنا واجرك ان شاء الله. ان شاء الله. يبي اي شيء حق البنيه هذه. جزاك الله خير. يبي شيء فنان ترى هاي عندها واسطه. يلا بارك الله. ايوه. كم من قطعه؟ يربع الصليه وما تسمع وتسيحه تيملي نزلي طلعيها غليظ يا ماي الحين جايينهم قيض طلعي شيء خفيف. هذا فنان يصالق. ايوه نعم. يلا يلا هبا ودي حق البنيه هاي الصليه فقيره. ابوي ها ابوي هاي حق البنيه حق البنيه هذه بتول بتول هذا مايا ها هذا من الهلال الاحمر هذا حقك انت يا بتول هذا حقك زين بتول بتول زكي فاضل بتول زكي بنو بتول زكي فاضل خير زكي فاضل بنو زكي فاضل بنو استاذ مشاب زكي فاضل بنو زكي فاضل عبد الله منو هو زكي فاضل ابوها انت انا ابوها ما اعرف الله انا ابوها ها وحده متوهم صور فيه الله الله فيه ان شاء الله سربوي عند الريال هذا ابوي يسوي له سنعوا للي يباه الريال ان شاء الله لا اله الا الله بعمود ان شاء الله 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 شذيه داخل موجوده هاي عيال اثنينه عيني عليك بارد شو اسمها سفيان امير صبيان كم اولاد ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك العوض عند الله سبحانه وتعالى على الخيام ان شاء الله كل شيء تبون بس ان شاء الله نسوي سرير عربي الخيام هنا وين الخيام؟ هاي الخيام هاي الخيام اطلع هاي الخيام بس بعيد والله ما عليه ما عليه الله يحفظهم لك ان شاء الله بيشدون هاي اللي بيشدون ظهرت ان شاء الله يوم بيكبرون ما ان شاء الله هم اللي بيشدون ظهرت يوم بتكبري يوم بيكبرون هاي روحها مآسي الحمد لله رب اللهم ادمحنا تصوير الناس ياس تصور هذا التصوير كله ابوي عسب الناس تعرف الناس كيف عايشة كيف الناس تآسي أبوي خوز هالرشاش بارك الله فيك عني حالتكم لله لا حول لا قوة إلا بالله الله إنها مصيبة يا ربي يا هي خلوق يا هي ها ولد؟ لا بنت بنتك انت؟ اي الله شاهد يا ربي ما كذب اقسم بالله العظيم وين فيك حمال وربحين انت؟ يعني عمري 30 سنه لا شوف نظام داعش اجم بيتنا داعش الحين انت 30؟ اي والله الله والله يستوي من الجاع والظلم الله كريم يا سيدي ها روحي ما دخل مزاجي هذا الموضوع هذول يمكن 75 يمكن هاي بنتك؟ وين امه؟ امه معوق شلل معوق؟ معوق ايه زين يلا سبي عبود والله على الوقت شيء طايح صغيرونه؟ صغير عمره 4 أشهر 4 أشهر؟ 4 أشهر وانت شافي حتى على المعوقه؟ زين سير ها ابوي تعال شاف خليه بعطونا
هاي بنت معوقه، حرمت معوقه، حرمت معوقه بلي بطه. اعطاني اعطاني اياها. سر 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 ابوي سر، لا تصد على وراك. سر قناتي سر عاد انت اللي يمطونهن عنك. يا بارك الله فيك والدينا ووالديك. سر سر اللي يمرطونه عنك. عطنا انا بعطل براي براي. سر ابوي سر سر، توكل على الله. للملك ماكو ملابس. سر الله يحفظك الحين انت. انت سرت ما رديت تراك. سر ابوي مشكلة. المشكلة في المخيمات اللي ما بالإمارات مسؤولة عنها، ما شيء ترتيب مثل هذا. ما بتحت سلطة هالإمارات. الإمارات الحين زين منهم اللي راموا بعد يسووا لهم هالثلاث أربع أماكن مال إيواء الأيتام والأشياء هاي. ما حد يروم كنترول، ما حد يروم يسوي عليهم ما شاء الله. الإمارات هذه بنته، هذا بنيا الإمارات. تشوفون هالحمر وهالبخار العود. أقول لك حبيب، هاي اللبس مال شو؟ اللبس هذا؟ مؤسسة البرزاني. إي ما شاء الله بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. إن شاء الله أمي يسوي عليهم كنترول، ما حد يروم يسوي أي كنترول عليهم ما شاء الله. كريمهم لو عيايز قويات. هاي ربيعتنا ربيتي يا حبيبي ما شاء الله عليك. ان شاء الله ما ان شاء الله اللي كل شيء بتحصلونه وحلي. ها 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 كريال قول لا اله الا الله. انت زي اعطيها دودو، اعطيها شيء يا رب. كم لا يمت انت مره عادي كل تبا وزياده. ليله يا حليل الوليد. ياس اسمك؟ خذ ياسك، خذ ياسك، القياس اللي والمك خذيه. تاخذ حق خواتك. هاي 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 هاي. خمس خوات؟ انت اكبر وحده لو اصغر وحده؟ تي عذراء ما شاء الله عليك، على الله يحفظك عذراء. شوفي هذا، شوفي هذا. الجوتي الجوتي تدري. تبي الجوتي؟ هذا صغير وايد هذا. هذا؟ يلا. بس لحظة مش نفس المقاس. ها ها شو رايك؟ شاه فنان. يلا يلا غايته غايته. يلا بارك الله فيك. يلا ما يلا يلا بيبطون الخلاف عنك. شلي سامانك. خلوها تظهر بنية. هاي فقيرة بيمرطون عنها. يلا فتشت حيركم حيرك المسلم. ليش الامارات تتعلم وتسوي كل هالاشياء؟ اخر شيء عرفت الاجابه اللي هي لان هي الامارات. شفت اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. بعيد عن سعادة السفير. عمار بصار. كلم مالاتك. كم كملتي هنا الحين؟ كم كملتي هنا الحين؟ كم كملتي؟ ما خدمت. ما عندي بس حالك. بس واحد خيمة 28 حرف ايه.
هاي ليش اخذتي ارقامها؟ نجيب لهم كرسي بنتها مع امها. ان شاء الله 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 بيوش بيش الكرسي لين مكانك اذا الله راد. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قناة أبو ظبي برنامج عودك. هذا أحمد اليماحي يقدم برنامج من رمضان لرمضان يسمونه برنامج عونك. هذا يوميا يجي عقب صلاة المغرب. شو شغلته؟ المآسي وين الأماكن اللي فيها الصدع والديانة تلقطونه هو موجود. البرنامج ماله يوضح كل الأمور اللي يقوم بها الهلال الأحمر الإنسانية في جميع أنحاء الكرة الأرضية. درجة الحرارة في القيض توصل 50 عز الصيف، 50 فوق على 50 توصل. تون يميع اللي تربي في هالمخيم العود يموت ولدها، البيبي يموت، شو السبب؟ حرارة وهي تيبات جهنم. هل بالهلال ابوي سووا ابوي قسم هاي اللي تشوفونه كامل، اللي بتموت عن ولدها شلوه ربوه، اللي بتربي يا ابوها داخل وخلوه تربي، واللي ما بصاحب شنتروه. كل ابوي سويته هذا منو؟ الامارات. قبل ما كان موجود، ما كان الحين جايين يفتحون افتتاح الرسمي، لان هذا مش مخيم الامارات. هذا المخيم مال ما ادري شو من البلد اللي سويت لنا، كم بلاد ببلاد مجتمعه على بلادهم، هم هاي البلاد هم اللي يخدمون المخيمات. الامارات شو تسوي؟ الامارات هي تبني المخيم روحها، تجيب عمال من اخر الدنيا ومعدات من ما ادري وين. شفتوا مخيمنا اللي في الاردن هالنمونه؟ الحين تصوير اليوم صورنا في المخيم هذا، اذا الله جعلنا ملحيين اظني الخلاف بيودونا مخيم غير اللي هو المخيمات الامارات، يعني الخاصه في الامارات روحها من الالف الى الياء، يعني اختصاص الامارات. هون الفرق، نفس مقياس المخيمات اللي في الأردن تحيدونهن نفسهم بالضبط. اللي ما يموت من الحر يموت من لدغ عجار وحنش وما ادري شو بقولكم. اساس الحين المنازه هاي الصغار اللي يسوونهن الهنريول، شو السبب؟ عسب الدواب والزواحف ما تركب للصغار، الزواحف تزحف وتركب فوق في المنز. فلا مستقفين عليها. والله ما يتحرها بيسوي الدبكة. يعمل خير تمتد أيادي الخير الإماراتية هنا في مخيمات النزوح أطراف كردستان العراق. عادي يا ولد اذكر الله شو بتعيد. هذا عام الخير تمتد ايادي الخير الاماراتيه هنا في مخيمات النازحين لتشيد المستشفيات وتنمي المخيمات، فبيد تداوي الجراح. اختو محمد، قناه ابو ظبي من مخيم الخازن. والنعم تمام. يا بابا ما كني خرط عليك بدون اطراف بدون حمد. وين السفر ابويا؟ طارت يا روها، واحد قال لي اباها قعدت في دراسه. شكر فنك شريف. كفو ما تقصر يا ابو الشهر. هاي كلها متعلمه منك يا رك. حش علي انا بقصور بعطي حد سفرتي. انا لو يظهر ابوي من قبره ما اعطيه سفرتي. ها روحه فقير ابوي. ما عندي والله يا ابوك، ما عندي حتى 10 ربيات. الله الله فيك. اقول لك ساعه الغداء، ساعه ونص الغداء. لا وين على ما تروم لو تبغى طيك بربية تكاوشوا عليك كلهم، بيكسرونك وهم بيتكسرون. الله يعينهم والله. هي والله سيارتنا ثلاث أشخاص. نحن كذلك فرسان الإمارات متواجدين ثلاث أشخاص في السيارة. والله لا ادري اني فواكه رديت ورا عنده. والله اني ميت اليوم. منو وين اللي حبيبي فواكه سويت؟ يا ربي والله اني ميت مليون. ما شي فواكه ابوي هذا. لا شو اسمه بليان فواكه عنده. شو هالبيوت مهدومه، ها كلها ضرب الامريكان
على هالأماكن حرروها من العرب هاي لك تحيدونهم لما يتسمون قالوا لنا أبوي لا تطرون أساميهم عسب ما حد يسمعكم ويدوس لكم نحس ولا شياته. إيه العرب هاي لك اللي حرروها من هالمكان. يعني شو بقول لكم، يعني العرب اللي يو اللي ألف ألف دال ألف لام دال أول بادي الاسم زين دي ها كانوا سكون هني جت قوات التحالف ودقوهم دق السنة في دقيقة وبس وحرروا المنطقة هاي منهم. أساس حاليا المنطقة هاي كلها آمنة على هالأساس تشوفون روم نمشي فيها. شو السبب؟ أظهروهم ظهرت روحهم عسرة. يقول لك دقوهم دق السنة في دقيقة ويلوهم من بهالبقعة ولا الأول. الفال إن شاء الله يفكون أبوي هل سوريا منهم إن شاء الله اللي في دير الزور وما غير دير الزور. هناك أبوي مقيلين الحين في العرب لاعبين في الوادم لعبة. بتفك إن شاء الله هل سوريا من الدواعش مثل ما فكيت هالفريج هذا اللي نحن فيه من الدواعش. آمين الله يسمعك. بنسوي حدوة وين منهم يا ربي. حتى اللي هناك كلت مسكت. يصور نعم نعم بوريم ها الغالي تولهنا عليك ابوي. انت يا ابوي سيارة السفير نحن ابوي العادية. كاس عمون تكذب. ها مبلونه اي والله شرط كاس عمان النازحين قال بيوت يعدون شيء من البيوت ما ندقن ما حد ساكنين هنا. بغدير نحن في وين الحين ابوي؟ اخواني شلون حسن شلون؟ الحلات او الحافلات هالمخيمات مالات منو؟ اي وينها؟ غدير هالمخيمات منو بانهن؟ وحليلك السفير اسمين اللي بتشجي تعيش معنا. ليش؟ ليش؟ صايمة؟ برايا كان صايمة كيف احنا ما صبنا. هنروح يوعان والله. منو فيه؟ منو له هذا؟ منو مسوي لنا؟ نازحين شو اسمه معناته؟ يو ان. يو ان شو يعني؟ منظمة يو ان. يعني اتحاد دول. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه. نتشرف فيك. الله يحفظك. شو اسمك انت؟ شو اسمك؟ هل نهيان العود؟ هل نهيان العود انت ماخذنا؟ يا حظك يا حظك. اي والله اي والله ان شاء الله يطلع يعني فخر وذكر ان شاء الله. كم مواليد السعد ان شاء الله؟ ان شاء الله. انت يمها؟ انت يمها؟ اي انا يمها. عيل ما يشابهك الحمد لله انه ما شابه. ماني عندي غسل كله بس هو مرتي. سبحانك يا رب. الحين صبري الحين انت عندك غسيل ورايلك عمى وهالعيال متى جبتيهم؟ والله جبتهم ما من الله وجمعنا بغير ميعاد الحمد لله. انا ما اخذ ما عليك مني. سميته على شماخ هي وقالوا هذا الشيء ما ادري وهذا وعلى صيت استنى الاخر اذا والله واني بالعمليه ما ادري مسمينه مصعب. اي والله سموه قلت ان شاء الله اولاد وزاد نسميهم. ايه 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 بلغنا عاد شنو نسميهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله يبارك فيكم وان شاء الله يزود ذريتكم. الله عليك. كم عندك من العيال؟ والله عيال عندي هذا الشبير هنيان هم خمسة وليدين وثلاث بنات. وهاي مهم؟ ايه هذا مهم يا ربي يا عثرت يا عثرت. اي والله اسميك انت على طول الجنة. اي الله. اي والله انت على طول الجنة. والله يا بهاني اني حاشاكم ولا يبتها ما يتشاهد وقعت تمرضت. لا نخبز لهم ولا أطبخ لهم. بسم الله عليك. إن شاء الله الأمور كلها طيبة. الله يعافيك. يعافيك المسلم إن شاء الله. إن شاء الله. شرفي. نحن في وين؟ نحن مخيم هاي اسمه حسن شاه. هذا أبوي تحتهم أبوي كان شام حسن شام. تحتهم أبوي كان كري وفوقهم سماء. ودرجة الحرارة أبوي الصق فوق الخمسين. درجة الحرارة فوق الخمسين. واللي أبوي ما يبي يرحم هالوادم يعني الله لا يرحمه. هي نعم. اي والله يا رج الله يا بوش انت ما زين الا ضحكتش ضحكتش يا بوش عن 600 حرمه من هاي اللي يتلبس العقود يدز بالحيل كامل صدي يا جدايه يا
بالاساس ارمس انت بشاشتك انت عن 600 حرمه امهات العقود. اي يا ما تحسبي كبد عليك ولا هذا ابو توني جاهز خلاص بدوي شوي خلاص اي من بني صخر والله والنعم والنعم تريد عقال؟ عندي عقال بس عقال والله ما حد يعرف وين ودوه عقال والله العظيم انا احس نفسي كاني في بيتي عجل الله عجل الله تحب ديابكم والله وانت يا رك الله يا رك الله يا صخر صخر عجل الله لا وان شاء الله اتمنى ان شاء الله عودتكم ان شاء الله جميع اقرب وقت جميع تردون وانتم سالمين ما زين له ضحكتك حرمته ما زين خير يا مرحبا الإمارات. شو اسمها الحرمة ربيعتنا؟ ما أدري. شرب بيهم ولا كل. نسيت اسمها. تريسة. تريسة. ديم ديم. أنا شو لك زيارة. What your name؟ دريسة. ما شاء الله عليك يا دريسة. اسمها صعب. الدعم. تعرف أنت الحين إحنا بعدنا ما دخلنا. صح وحروة. بتخيل. إيه والله والله إحنا هم قلنا والله. كل اللي العرب اللي تيك هذا تسخير من الله سبحانه وتعالى من الله. أول الله أيوة يوم الله, الله يا أمن الناس كلها تيك والنعم بالله الله بشرب الخير بشرب إن شاء الله كل شيء زين على جميع جميع بس أقسم بالله الله شرفني بيكم وملاقاتكم مرحبا مرحبا مثل المخيم اللي كنا فيه كانوا محتاجين في عيادة وكانوا فيه محتاجين في دور للأيتام هذا المخيم طبعا أول زيارة إنن له نتجول نشوف شو احتياجاته ونوفرها لهم ما تبصرون دكتور انتم ما تديتوا هالمخيم هذا المخيم ما تديناه لكن المخيم اللي اول واحد زرناه المخيم الاولي جيتوا ما طال عمرك وزرناه وشفنا احتياجاتهم كانوا محتاجين عياده كانوا محتاجين دور للايتام ومخزن الحين جيتنا هذه وهذا المخيم طال عمرك التفقد دراسه الوضع دراسه ميدانيه ونشوف شو احتياجاتهم اللي يبونها ونوفرها لهم ان شاء الله جزاكم الله خير مرينا شفنا العواير وشفنا ان محتاجين طبعا مكيفات او اجهزه تبريد وبالاضافه الى بعض المرفقات الحيويه بنوفرها اقول لك شو اسمك انت حبشه حش العوار حبشه إيه؟ لا تخليني يسولف عدالك ولا شيات بس ما تبي لا حمال ولا ربع هي تحملي ليش وحملي وربي حملي ربي انت يلا يلا تشلي العمر تحينه نعم والله تسنس على الحرمه بس عليها فقيره لا لا بس عاد نحن انشأنا مخيمات زين ووفرنا فيها كل الاحتياجات اللي يحتاجها اي بشر لكن في مخيمات تم انشائها مش من خلالنا نحب من خلالنا نحن من خلال جهات اخرى في مخيمات تم انشائها من خلال جهات من خلال جهات اخرى نمر على هالمخيمات ونشوف شو احتياجاتهم ونوفرها لهم هذا واحد من المخيمات اللي نمر عليه اللي ما انشأناه لكن نمر عليه نشوف شو احتياجاتهم الاساسيه ألف ألف بكرة شرفتوني أهلا بيكم هلا مرحبا هلا الله يلعب حق البنية يا خير طال عمرك يا خير يا خير تعال ولا رشين تعال تعال انت معي هذا تسمية وسموه غير اسم والله حاب تقولي ما قلت لك خبريني تسلم خبريني احب انا افتن عليه ممنوع ايه 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 ابغى نعطي ايه تاي تزوج عليه ايه مريضه ايه كينة أسيها ليسجونه المساجين هذا كينة كينة كافور أصخني وغري هي ها هي بيهي الحجي غالي عليك ما بس عليك أبوي بس عليك وزارة الدنيا بس عليك عارفك ما يجون عليها أقول لك في النار وتلاع ما بهيد بعد هي حليل أعطينا كم رقم سيمتك 246 تعال وين تعال سجل كم عمرك يا ولد عمليه عندي ظهره عمليه خلع ولاده ست عمليات سويت نوران نوران الله يحفظك ما نجح خلي يسجل اسمه اخوانهم لا 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 ان شاء الله يا رقم خيمه مالي ان شاء الله اي والله عليكم كيف حالكم كيف انتم ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن ايش حالك ابويا الله يعزك مرحبا بكم الله ابو خير صافي صافي يا حول ولا قوه الا بالله وين امه ها وين امه هاي امه الساحه الايمن
الله حتى لو عايه مالك ما يشوف ثلاث اشهر ما اعطونا سنه وست اشهر ما اعطونا تسلم يا يمر عليك ظالم احنا جايينكم الامارات ارض الخير ان شاء الله الله يحميكم يا الله يسلكم ان شاء الله والله هاي سنه ست اشهر عايك كلهم حديد نعيم تعشمي كل خير من زايد وعياله ان شاء الله الحمد لله تعشموا كل خير من زايد وعياله مو برخيصه عليك دمعتك والله مو برخيصه عليك اشتعلوا بيتنا واحد بعد ما قال لهم يابا هذا بيت معوقين والله ساعه 12 طلعونا من بيوتنا ومشوا مطر وواحد خلقت وخلقني يابنا لكم الله اللي يابنا لكم الله اللي يابنا لكم شلون عندهم اربع ايام وما يصير خاطركم الا طيب ما خطيه ما عنده عربانه ما ما يقدر عظمه ثقيل بنص الليل انهزمنا والطلقات على راسنا والله العظيم اتمنى تصدقين اللي بقوله الله والله العظيم معاناتكم والله نار والله العظيم معاناتكم والله مو بالله شعب الامارات قياده دوله الامارات مهتمين فيكم ويراعونكم من الشيخ خليفه من الشيخ محمد بن راشد العالم كله العالم كله تتفاخر بيهم والله الامارات اي والله اتمنى انكم تصدقونا الحين جايينكم نشوف احتياجاتكم نشوفكم ان شاء الله الله يحميكم ان شاء الله ويستر عليكم على ولادكم على اهاليكم اعرافكم اي والله والله دمرونا كلو شكل 25 انتوا اهلنا وجماعتنا تسلم ممنونين دمرونا دواعش كلونا كيلو شكل ب 25 جدي كان قازم 20 والله ما عدنا كنا ناكل والله ما كان عدنا كنا كيلو شكل مرحبا شيخ أبيك أي حالة شلونك؟ خير الله يسلمك شحالك؟ يسلمك الله يخليك ما شاء الله يابا بعدون الدواعش شلوا بيوتنا صلح وذله أذن لا تأذن؟ إيه سجل صوته أنت يلا سجل أذن يلا أذن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هاي هاي مين البنت هاي بنت بنتي هاي بنت بنتي هاي اسمها رانيا رانيا ما شاء الله عليك يا رانيا زيقتوها على اسمها قداسة الخيل تعالي سلمي سلمي على عموها عموها يا عموها سلمي على جده سلمي على جده يلا عموها لما يا هذا ابوها ما بيدها الله يخليك اكبر بناتك كبر هم يا حب عيد صغيروني تو معرس تو مبرج يدو سويتي يلا الله يعطيك الله علينا زايد الله خلقه رحمة للعالم رحمة للعالم الحمد لله رحمة الله فيها الرحمة الحمد لله وخلف عيال عياله مسك الراية كل شعب الإمارات عيال زايد من الشيخ خليفة الحمد لله كنا عندنا البذرة اللي زرعها فينا أبونا الشيخ زايد الله يرحمه إن شاء الله الله والشيخ خليفة الله يحفظه وقيادة دولة الكل جاي نقدم المساعدات ونشوف شو احتياجاتكم سلامتكم وصدقيني ان الهم اللي انتم تشلونه نحن نشله الله يبارك فيكم الله يبارك فيكم لعبه ايوه اول بوسه بدون بوسه ما شيء الله يبارك رانيا بسمنها على بنت فريد شوقي يا الله ما في النار بارد يا ربي ما قواك أبوها ان شاء الله اتمنى لها العوده السليمه رانيا على مين كلمه بنتك على مين العوده السليمه فريد شوقي بعد رانيا هذا ابوها مو بهين الشيبه ها كل معوقين صعاريين لا حول لا قوة بسبب التزاوج التقارب الاهل هذا ياخذ بتعمه وبتخاله فكثرة سبحانك يا رب شباب كل واحد السيارة الله يرحم والديك رقم موبايل ما اخذ خلفت حيمتك بس ما جاب